السلام عليكم. فيديو جديد على الصياد وياكم، وفيديو يخص خلطة السوبر ديلوكس المتابعين اللي يستعملوها. بدأت تجينا أسئلة بالتعليقات، أقراها أو اللي ياخذها يتصل بي يسألني على هذا المنتج أو المكون اللي ضفناه. يعني أنا من زمان ضايفة، بس كنت أضيفة بغير شكل، يعني كنت أضيفة مجروش، يعني أنه الحباية متكسرة. بس بالفترة الأخيرة بدأت أضيف أنه الحباية كما هي، لأنه بديت أشوف أنه الطيور قاعد ترغبها وطبيعي تأكلها. هذا المنتج قدامكم هو الشوفان البري. تقدر تكتب بالجوجل، بس تكتب حبوب الشوفان البري راح يطلع لك. هذا الشوفان يختلف عن الشوفان اللي نستعمله بالطبخ، ذاك شكل وذاك شكل، هذا شكل ثاني. هذا بري هولندي معالج مغسول، حتى تشوفون الحباية جد حلوة. هذا بدينا نضيفه مؤخرا بالخلطة، بفوائد مرعبة. الفوائد مالته يعني الأهم بها من عدا الفيتامينات اللي بيها والبروتينات والدهون والكربوهيدرات، الفائدة الأهم هي أنه يحرق الشحوم مال الطيور. هنا من يحرق الشحم مال الطير، اولا بالنسبه للنتيه راح يخدمها بالبيض، لان اذا كان اكو شحوم على المبايض مالتها ومتاخر البيض، هنا راح يخدمها مباشره، وراح يخدم لك الفحل بزياده التغريد، لانه الطير المشحم مثل ما تعرفون ما يغرد، يقل التغريد مالته. فهذا الشوفان هنا ايش راح يشتغل لك؟ راح يكون عضل ناشف وراح يحرق الشحوم. هنا طبعا المربين المحترفين جنايه الحمام الزاجل اللي عرفوه دائما يستعملوه على مود السباقات، وجناية الكناري بالدول الأوروبية دائما أهل المسابقات على مود التغريد يستعملوه لطيورهم. فهاي الحباية حبيت أوضح لكم إياها، لأن أكو قسم عبالهم حنطة وقسم عبالهم تمن، واللي يحبون الهريسة عبالهم حبية. فهذا شوفان، حبوب الشوفان البري الهولندي، مجرد تكتب بالجوجل راح يطلع لك هذا الشيء. طبعا انا ما كاشف عن الموضوع، ما احب اكشف الاوراق دائما مال الخلطه وشنو مكوناتها، بس هذا المنتج حبيت اكشفه لكم. تحياتنا.